السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تدويزة. عدد كبير من الناس كيعرف أن الكوليسترول اللي كان بكمية كبيرة في الدم كيدير بزاف ديال المشاكل بالأخص في القلب والشرايين، ولكن في الواقع كاين جوج أنواع ديال الكوليسترول، فيهم اللي مزيان وفيهم اللي خايب. غادي نشرحوا شنو هو هذا الكوليسترول، شنو الأعراض ديالو، طرق الوقاية والعلاج. الكوليسترول هو من الدهون الطبيعية اللي كيحتاجها الجسم، وعنده عدة أدوار، منها تكوين فيتامين دي أو السائل ديال المرارة اللي هو لابيل، وكيكون الجدار ديال الخلايا، بالإضافة أنه كيكون عدد كبير من الهرمونات بحال الهرمونات الجنسية. 75% ديال الكوليسترول كتجي من الكبدة، والباقي كيجي من التغذية بالأخص المنتوجات الحيوانية ومشتقات الحليب والحوت. هذا الكوليسترول ما كيكونش دايب في الدم، يعني غير يحتاج للنواقل. هاد النواقل هما اللي هضرنا عليهم في البداية، واللي هما جوج أنواع: الكوليسترول النافع واللي كيترمز له بأش دي آل، اللي هما دي ليبو بروتينا والدونسيتي، اللي عنده دور بحال ديال الشطابة، حيت كيحيد داك الكوليسترول الضار اللي كيترسب في العروق الدموية واللي غيخليها تضيق. هاد الكوليسترول الضار اللي هو عبارة عن دي ليبو بروتين أباس دونسيتي، وكيترمز له بال دي آل، إلا كان بكمية كبيرة في التعرض لانسداد الشرايين بالأخص كيكون وارد بنسبة كبيرة. بالنسبة للأعراض فقليل فين كتكون، وإلا كانت فكتبدا ديال المشاكل اللي كيسببها الكوليسترول، كتكون منها ألم في الصدر، ارتفاع في درجة الحرارة، برودة في الأطراف، واضطراب في البصر. الكشف سهل، كيحتاج فقط تحليلة عادية ديال الكمية ديال الكوليسترول في الدم. بالنسبة للعلاج فكيتعلق أولا بالنظام الغذائي والرياضة، خاص نقص من استهلاك ديال البيض والكبدة والفرماج والزبدة، بالإضافة للحليب كامل الدسم، واستعمال الزيت ديال الزيتون واللحوم اللي ما فيهاش الدهون، السمك بالأخص السردين، والأغذية الغنية بالأوميغا 3، بالإضافة للخضر والفواكه والقطاني والفواكه الجافة. هل النظام الغذائي ما كانش فعال فكندوزو للأدوية، حيت كنستعملو الاستاتين، عندهم دور فعال في خفض نسبة الكوليسترول الضار ورفع نسبة الكوليسترول النافع، وبالتالي الحماية من انسداد العروق اللي كيسبوا الكوليسترول اللي كيتسموا لي بلاك داتيرون. الحلقة سالات، كيف العادة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتخليوا لايك للفيديو.